في الوقائع حتى الآن، إن نتنياهو العائد من عالم الأموات فاز بسحر الخطاب المتشدد في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية. وصل به خطابه ذاك إلى العبث حتى بالصحن الأول الذي يبقيه حياً، عندما قال إن حملة تشهير شاملة تقام ضده بتمويل أمريكي. لنضع مشاكل نتنياهو الداخلية على حدة، فمشكلته في التواصل مع الإدارة الأمريكية بشكل طبيعي تبدو كافية لتصوير الضعف الذي عاد به وإن فائزا. إلى الآن باراك أوباما لم يكلف نفسه ويرفع سماعة هاتفه لتهنئة حليفه الأول المفترض في المنطقة. الموقف الرسمي صدر عن البيت الأبيض بشكل لا لبس فيه. الرئيس الأمريكي يعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لتسوية الوضع. قال أكثر من ذلك، الإدارة الأمريكية ستقوم نهجها في شأن عملية السلام بعد تصريحات نتنياهو وأمريكا قلقة للغاية من لغة الخطاب المثيرة للانقسام في إسرائيل والتي تسعى إلى النيل من المواطنين العرب. ها هي أمريكا تدافع عن العرب ضد إسرائيل نتنياهو. بعد فوز نتنياهو استمر الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بالتصفيق له منذ خطابه الشهير. لم يتغير في حماستهم للتشدد شيء، لكن الرد الأمريكي على نتنياهو لم يقتصر على البيت الأبيض. فالإدارة الأمريكية وفق ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تدرس التصويت لصالح قرار صادر عن مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية وفق حدود 67 مع تفعيل حل تبادل الأراضي كجزء من التسوية الإقليمية. لا تريد واشنطن أن تلقي بما تعتبره جهودها لإحلال السلام على مدى 20 عاماً في البحر. نتنياهو لا سلام في مشروعه على ما هو واضح، والفلسطينيون يرون في فوزه رصاصة الرحمة على حل الدولتين أو حرباً جديدة ضد قطاع غزة. والحل ربما فيما قاله اليساري الصريح جادعون ليفي عن فوز نتنياهو الساحر، يجب تغيير الشعب.